ثالث المباريات انتصر فيها الوحدة على الفيحة في ملعبه بهدفين مقابل هدف. تابعوا وياكم أهداف المباراة. ومن يأتي بالرأسية داخل منطقة الجزاء؟ العرضية تأتي من فيصل والرأسية والهدف الأول يأتي. الضربة تأتي، الرأسية تأتي، خذوها ممكن التصويبة، الله سكالر ومن غير سكالر يأتي بالفرحة. تعادل لك أن تتخيل، عشر دقائق فيها واحد واحد، فيها الثاني الله الثاني يأتي، البرازيلي يسجل.